إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم. في البداية أشكر مؤسسة الأبرار الإسلامية الكريمة على إقامة هذا البرنامج التأبيني لهذه الثلة المؤمنة من الشهداء السعداء، وهذا دأب هذه المؤسسة الكريمة في الاستمرار فيما يعين هذه الأمة وهذا المجتمع على نهضته، لا سيما استحضار هذه الفرص التاريخية حينما يراق الدم الزكي لنستلهم العبر والدروس ولنفكر في حاضرنا وفي مستقبلنا إن شاء الله. أشكر الأخوة المتحدثين الذين سبقوني، سماحة الأستاذ ساهر والأخوة، وأضيف في كلمة مختصرة تحتوي على محورين التالي. أولا، المحور الأول كلمة للظلمة حكام البحرين، والثاني محور كلمة لهذا الشعب الأصيل شعب البحرين. أما ما يخص الظلمة في البحرين فهو إما احتمال أن من يشير عليكم، من يدعمكم، قد أخفى عليكم حقيقة سنة الله في الحكم أن الظلم لا يدوم، وإما أنهم أعلموكم وأخبروكم بهذه السنة. فإن كانوا قد أخفوا عنكم أن الظلم لا يدوم فبئس من استشرتم وبئس من طلبتم دعمه وبئس ما أشاروا عليكم. ونحن نعلم حقيقة العلاقة التي تربط الظلمة ببعضهم. لا يتخيل الإنسان أنهم جبهة واحدة، يعني يتكلم عن هؤلاء الظلمة ومن يعينهم من باقي حكام الخليج أو من سياسي الغرب وحتخيلهم جبهة متماسكة قوية. لا أبدا، أفراد يجمعهم الخوف على مصالحهم الشخصية، يعني كل واحد يفكر بنفسه فقط. طبعا يتعامل مع الشعب الأصيل في البحرين، يتعامل مع المستضعفين كجبهة متماسكة، لكنه في حقيقة وضعه هو فرد، حقيقة وضعه هو فرد واحد خائف على مصلحته الشخصية ومستعد يبيع كل هاي الجبهة وكل هاي التحالفات إذا مصلحته الشخصية انضرت. فبئس من أشار عليكم بأن لا تدرسوا سنن التاريخ، سنن الله سبحانه وتعالى في الحكم، أن هذا الظلم لن يدوم. وإن كانوا أعلموكم وخبروكم فمعناها عناد وجحود. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم عمى وأن يزيد الرين على قلوبكم، أنكم تعاندون الله سبحانه وتعالى برغم العلم والإيمان بهذه السنة أن هذا الظلم لن يدوم أبدا. والانتقام من هؤلاء الظلمة، قبل لا أنتقل للمحور الثاني، خاف واحد يفكر أن مسؤوليتنا إحنا، جعلنا الله منهم، مسؤوليتنا مسؤولية المؤمنين أن ينتقموا من الظلمة. أبدا أبدا، مو مسؤولية المؤمنين أن ينتقموا من الظلمة، هذا شغل الله سبحانه وتعالى، هذا شغل الله سبحانه وتعالى. الله سينتقم منكم، الله جل جلاله. أكو جانب ثاني يتعلق بالمحور الثاني، محور الشعب البحريني. أما في جانب الظلمة فهذا شغل الله سبحانه وتعالى، الانتقام منهم وهدم عروشهم
والأخذ بثأر هؤلاء الطاهرين منهم. أفصل أكثر في كلمة هؤلاء الظلمة، هؤلاء الأفراد الذين تجمعهم مصالحهم الشخصية. أقول: ماذا تأملون؟ شنو تنتظر؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى سيمد لكم أكثر مثلا، بضع شهور، بضع سنوات؟ ممكن، لكن حتى لو مد لكم أشهر أو سنوات، حيمدها الواحد للحاكم الرأس الكبيرة. أما الصف الثاني والثالث وهالأجهزة القمعية، ماكو أمل، أمل في أن يستمرون، ماكو، لا يوجد أمل أصلا، لا بحساب المؤمنين ولا بحساب عدم المؤمنين، بحساب الواقع. لا أمل لكم في مستقبل في البحرين أبدا، إن قرر الله سبحانه وتعالى أن يمد لحاكمكم اليوم أشهر أو سنين. حديثي مع الصف الثاني والثالث، وين تروحون؟ وين تروحون؟ فكروا، تأملوا، ضعوا أسلحتكم، اتركوا مواقعكم، اتركوا هذه جبهة الشر، توقفوا عن الوغول في دماء المسلمين وفي الرذيلة وفي الظلم، توقفوا، اتركوا هذا المشوار، اتركوا هذه الجبهة. انتوا أفراد، خل كل واحد يروح كفرد، اتركوا هذا المجال، لا أمل ولا مجال لصاحبكم أو لكم. فالله سبحانه وتعالى منتقم منكم جميعا، فردا فردا، واحدا واحدا. ويوم القيامة كل هذا يكون مفصل، واحد واحد، الجلاد والسجان والمخبر والمتعاون والساكت، واحد واحد، أشهر أو سنوات، وسنقف نحن وأنتم وهؤلاء الشرفاء على صعيد واحد، حق وربك حق، واحد واحد. أقول: ما عندكم أكثر؟ هل تملكون إلا قتلي؟ شو تجي تسوي لهذا الشعب بعد أكثر؟ أم الشهيد بدون أي تكلف للكاميرا تقول: ما رأيت إلا جميلة. أم الشهيد، أم الشهيد اللي أنت تخيلت أنك، كلمتي موجهة لكم أيها الظلمة، تخيلت أنك ستكسر إرادتها وعزيمتها واستأخذ منها فلذة كبدها، أملها بالحياة، وبعد ساعات تواجهك بكلمات زينب سلام الله عليها تقول لك: ما رأيت إلا جميلة. روح، شو تسوي؟ سوي، تسجن أكثر، تقتل أكثر، تعذب أكثر؟ هذه الإرادة، هذه الثقة بالله سبحانه وتعالى الذي يمتلكه هذا الشعب الكريم والكبير، لا أمل لك أبدا أن تكسر هذه الإرادة أبدا. وأنتقل منها إلى كلمتي المتواضعة: من أخ صغير لهذا الشعب الكبير الصابر والمسالم والمجاهد والمرابط والذي نستلهم منه العبر والدروس. كلمة من أخ صغير: يا من تملكون عزيمة استمدتوها، أخذتوها من نهج الحسين سلام الله عليه، ونعم النهج، نهلتم من منهل علمائكم الذين سبقوكم في درب الشهادة. لا أمل للظلمة مع هذا الشعب، شعب ينتمي إلى مدرسة إسلامية على نهج أهل البيت، مراجعهم تصدرت هذه القافلة بالشهادة، وش تسوي بعد؟ ماكو أمل. هذه المدرسة على مدى التاريخ علماءها يتصدرون قافلة الشهداء، وهو طبعا شيء فريد في تاريخ البشرية أن العلماء والقادة يتصدرون صف الشهداء، هذا ما موجود في تاريخ الشعوب والمدارس الفكرية، فلا يوجد أمل. أقول لهذا الشعب الكريم والكبير: الانتقام من الظالم
هو حق الله تبارك وتعالى. نصيحة لما بعد الظالم، فكروا من الآن كيف ستديرون أموركم ومصالح شعبكم ما بعد مرحلة الظالم. قد يعتبر بعض الأخوة الحاضرين أن هذا كلام يعني لعله مو وقته، إحنا قاعد نأبن شهداء. لا، أن تتيقن أن هذا النظام لن يستمر أكيد يقينا يعني، فما بالك أن تفكر ما سيكون ما بعده. يجب أن تفكر فيما سيكون بعده، وعدم التفكير فيما سيحدث بعده اقبلوها من أخ صغير، قلة إيمان. بالك مشغول بالظالم، هذا شغل الله، آمن بالله سبحانه وتعالى هو سينتقم منه مثل ما انتقم من الظالمين من قبله. فكر فيما بعده لأنها مسؤوليتك. الله ينتقم من الظالم صح، لكن الله ما يدير لك أمرك، ولكم في جيرانكم وإخوانكم أسوة من الذين لم يفكروا في مستقبلهم ما بعد الظالم، من مصائب وإخفاقات وتكالب. فكروا في المستقبل وابدأوا به من الآن اعتمادا وتوكلا على الله تبارك وتعالى، ووفاء لدماء هؤلاء البررة الصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم، وأن يجعل دماءهم زاكية طيبة تروي هذه الأرض، لتنبت من هو مثلهم شجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.